السلام عليكم متابعي قناة فاتي فارماسي، كي دايرين لاباس؟ بخير، نتمنى تكونوا في صحة جيدة. بالنسبة للناس اللي أول مرة غادي يزوروا القناة، كنطلب منكم ديروا الاشتراك في القناة باش دائما توصلوا الجديد. بالنسبة للموضوع ديال اليوم غادي يكون على تقرحات ديال الفم. أول حاجة غنديروها أننا غادي نعرفوا شنو هي تقرحات الفم. تقرحات ديال الفم أو كيما كتسمى لي زافت، هاد التقرحات هي عبارة عن جروح كتكون مؤلمة، يعني كتكون في كيكون الإحساس ديالها بشوية الألم، كتكون داخل الفم. دونك هاد لا مالادي هادي هي متعلقة بالفم ديالنا، يعني تقرحات كتكون موجودة داخل الفم ديالنا، وهي كتصيب الكبار والصغار وحتى الرضع. يعني كنلقاو المشكل كيعانيو منه سواء الرضع او للاطفال او الناس البالغين. بالنسبه لهاد التقرحات او القرحه الفمويه، هي عباره عن جروح كتظهر لنا في الخد ديالنا او الشفاه ديالنا الداخليه، يعني كنلقاوها في الداخل ديال الفم ديالنا، سواء من جهه ديال الداخل ديال الخد او من الداخل ديال الشنيف ديالنا، او كتشد حتى في اللسان، يعني كيكون عندنا لي زافت حتى في اللسان. هاد التقرحات هادي هي الفرق اللي بينها وبين التقرحات العادية، يعني اللي كيكونوا جروح يعني خارجية، انها كتاخد شوية ديال الوقت باش كتبرا. دونك يعني التقرحات اللي كتكون موجودة في الفم فهي كتاخد لنا واحد المدة زمنية باش كتبرا. بالنسبة لهنا كيما كتشوفوا في الفيديو هنايا، كاينين جوج انواع ديال لي بوماد، كاينة داكتاغا وكاينة بانسورال. بالنسبة لداكتاغا فهي كتصلح لنا الكبار والصغار، يعني من الرضع حتى الاطفال حتى الكبار. اما بالنسبة للبانسورال فهي 6 سنين فما فوق. دونك حنا غادي نزيدو نهضروا على الموضوع ديال التقرحات الفمويه، وغادي نخصصوا الحديث فيها على الاسباب ديال التقرحات. بالنسبه للاسباب فهي مازال ما معروفاش، يعني السبب رئيسي باقي ما توصلوا ليش، ولكن بالنسبه للابحاث الموجوده حاليا فهي كترجع الاسباب الرئيسيه والمباشره لظهور هاد التقرحات هي ضعف ديال الجهاز المناعي. يعني مثلا الجسم ديالنا فاش كيكون عنده واحد الضعف، يعني كيخرج لنا على شكل لي زافت او تقرحات كيكونوا في الفم. وكذلك السبب الاخر فهو نقص ديال فيتامين بي 12 او الاحماض او المعادن او الزنك او الحديد او الحمض الفوليك، يعني نقص بعض الفيتامينات كتعطي لنا يعني شكل ديال التقرحات. بالاضافه الى ان بعض الاسباب الاخرى هو تعرض اللسان او الخد لاصابه معينه، بحال مثلا العض اثناء تناول الطعام، وكذلك بعض الامراض يعني كتعطينا مثلا الامراض ديال الجهاز الهضمي كتعطينا بحال قلتي من الاعراض ديالها هو الاصابه بالتقرحات الفمويه. دونك الاسباب يعني ما عندناش سبب محدد، فالتشخيص ديال الطبيب هو اللي كيحدد. ولكن عموما فاش كيكونوا مثلا هاد التقرحات بسيطه وعاديه، فانا كنصحكم بالاستعمال ديال بالنسبه للناس اللي بغاو يعني ياخذوا داكتران، فهي حسن حيت كتصلح للكبار والصغار والرضع. والفرق اللي بينها وبين بانسورال انها هي ناقصه شويه في الثمن، وبانسورال هي 6 سنين فما فوق. بالنسبه للاختلاف الاخر هو ان بانسورال هي عباره عن اونتي فلاماتوار، يعني بالنسبه للناس اللي كيكونوا ركبوا السنان وكيحسوا بواحد الالم في اللثه ديالهم، او لا عندهم تقرحات بسبب يعني ان السنان كيكونوا يلا ركبوهم جداد، مثلا كيركبوا الفم او لا كيفيكسيو شي سنه او لا شي حاجه، كتعطينا واحد الالم في الاسنان. فبانسورا اللي هي كتخفف لينا الالم من ناحيه ديال اللثه، يعني كنديروا شويه ديال بانسورال، ولا كان مثلا الفم يعني ما مفيكسيش كدار فوق منه الاسنان صافي، وكتسيح في الجناب ديال الاسنان صافي، وكتعطي لنا واحد التحسن. بالنسبه للجرعات فمره حتى المرتين حتى 3 المرات في اليوم كافي، يعني مثلا الانسان ما يفوتش 3 المرات في النهار، يعني يدير الصباح ويدير بالليل، ولا اقتضى الحال زاد واحد الجرعه ثالثه فما كاين باس، سواء من ناحيه ديال داكتران او من ناحيه ديال بونسورال. وبالنسبه لهادو فهما كيتسماو يعني خاصين بالفم، مرعم خاص
بالفم، يعني جيل بوكال. هاد لو جيل بوكال كنخليه فواحد بحال قلتي كنكونو ديجا سالينا الماكله، غسلنا فمنا، عاد كنستعملو لو جيل وكنحاول نحتفظو بيه شويه فمنا، من بعد كنلوحوه. الا تسرطات شي حاجه فما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل حيت هو خاص بالفم، ولكن يستحسن انها ما تسرط حتى شي حاجه. بالنسبه للنساء اللي كيكونوا حوامل او لا مرضعات، فانا كنصحكم ما تستعملوش بانسور على الاولاد اكثر الا بالاستشاره ديال الطبيب، حيث هو كيحدد واش نتوما في البدايه ديال الحمل او لا، يعني في الاشهر الاخيره ديال الحمل. وكذلك هو اللي كيكون عارف الحاله الصحيه ديالك واش مسموح بها ولا ما مسموحش. الفكره هي ان المراه الحامل والمراه المرضع ما تستعملوش. اما بالنسبه للدكتوران فهو كيصلح للاطفال، الاطفال والرضع والكبار. وبالنسبه للبانسورال فهو كيصلح ل6 سنين فما فوق، بالاضافه الى ان بانسورال فيه واحد الماده ديال هي عباره عن انتي فلاماتوار، يعني كتهمد لنا الحريق. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال السنان يلاه ركبوهم وكيحسوا بهذاك الالم او دوك التقرحات اللي كيكونوا يعني مع السنان الجداد، يعني بحال قلتي يلاه ركب سنان وعطاه هذاك الالم او دوك التقرحات. المهم كنتمنى اني نكون فدتكم في هذا الفيديو، ما تبخلوش عليا باللايك والتعليق ديالكم باش تجيو تشجعوني، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو اخر، فيديو ماجي. الى اللقاء.